مساء الخير عليكم، مساء الورد، مساء الحب. الحقيقة كرو البرنامج محضر ليا مقدمة المفروض أقولها، بس هو أنا الحقيقة مش عايزة أقول أي حاجة في يوم زي ده يكون متحضر. محتاجة أكون تلقائية جدا لأن النهاردة يوم مهم. النهاردة عيد الحب، كل سنة وأنتم طيبين. أجمل حاجة في الدنيا هي الحب. قد إيه الحب فعلا جميل، بس الحب اللي بجد، الحب اللي بإخلاص، الحب يعني أمان، الحب يعني دفى، الحب يعني ثقة، الحب يعني اطمئنان، الحب يعني ظهر، الحب يعني سند. شعب مصر جميل وطيب وحنون، وإحنا فينا كلنا من طبعنا الحب. لازم نحب بعض لأن حقيقي أجمل حاجة هي الحب. على فكرة مش شرط إن الحب يكون ما بين راجل أو ستة أو يكون يعني لوف ستوري، لا خالص. الحب بيكون الأولاد لأهليهم، لبابا لماما، لإخواتي لأصحابي لجيراني، للكرو بتاعي في البرنامج، للناس اللي بتشوفنا في الشارع وبينبسطوا إن هم يشوفونا وعايزين يتصور معاكم. إيه ده، إحنا مبسوطين إن إحنا شفناكم. قد إيه دوت بيولد جوانا طاقة إيجابية. مش هحب ان انا اطول عليكم كتير. كل سنه وانتم طيبين وعيد حب سعيد عليكم كلكم. نطلع فاصل بسرعه ونرجع مره تانيه.